أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من هنا ليبيا، وإليكم العناوين. توقف الرحلات عن المطار يؤرق الشارع في طبرق. تكليلة مبادرة شبابية تهتم بالهوية الليبية. تطبيق باهي وطرق تسويق جديدة. يشهد مطار طبرق عرقلة من خلال توقف الرحلات منه وإليه، الأمر الذي انعكس على قاطني أكثر من 6 بلديات. تقرير مراسلنا محمد شحات والمزيد حول توقف الرحلات وتداعياتها نتابع. حالة من الفراغ التام تشهدها الصالة الرئيسية هنا في مطار طبرق الدولي بعد توقف الرحلة اليتيمة فيه لأكثر من 2 شهر ولأسباب غير معروفة، الأمر الذي اتضحت انعكاساته بدرجة كبيرة على الشارع في طبرق، خاصة وأنه هو المطار الوحيد الذي يقدم خدماته لقاطني أكثر من 5 بلديات. توت تسكيرة المطار مش مأثر علينا أي تأثير، لأن تسكيرة من عدم سواء، فبالعكس ممكن تسكيرته هذه يعني يعتبر يعني وسيله ضغط على الحكومه، ان بحيث ان تعطي للمطار ان صلاحيات رحلات اكثر وكذلك تهتم به. نحن انا على الصعيد الشخصي كمواطن مع اقفال المطار. هي والله بصفه عامه يعني هي تسبب في معاناه للمواطن، يعني بدل ما الواحد في طبرق كان يعني المطار يبعد عنده 30 كيلو وتكون سبل السفر مريحه، تضطر انك تسافر تقريبا 450 كيلو تبيش تمشي البنغازي عشان خاطر تقطع وتسافر بنغادي، وخذ لك طبعا مرات تمشي يقول لك رحله تاجلت، الرحله تاخرت، الرحله تغيت، تبي ترد يعني في تبي ترد عند طبرق، تبي تقعد غادي، تبي تكلف روحك اجار، تكلف روحك وصلات، سدنا طبعا مسافه الطريق، يعني الواحد مرات تنقطع رقبته في الطريق هذه. مطار طبرق الدولي، ذلك الذي كان قبلة تأتي إليه الطائرات من كل حدب وصوب، تارة محملة بالوفود السياسية والدبلوماسية، وتارة أخرى زيارات حكومية وحجيج، انتهى به المطاف مركونا على جنب دون أي أسباب مقنعة من الجهات المختصة. إدارة مطار طبرق الدولي بدورها أرجعت توقف الرحلات من وإلى المطار بسبب إلغاء الرحلات من قبل الشركات المحلية عامة كانت أم خاصة، الأمر الذي عاد بالسلب بالدرجة الأولى على المطار، حيث ألغيت الرحلات الداخلية والخارجية بهذا المطار. خلال السنة الأخيرة لم يسير مطار طبرق سوى رحلة داخلية واحدة خلال الأسبوع قصيدة العاصمة طرابلس، والتي كانت بدورها متنفسا للعائلات والتجار وغيرهم، لتلغى هذه الرحلة بشكل فجائي. المشكلة ما فيش مشكلة، المشكلة في شركات الناقلة، هي اللي دير عزوف على المطار. يعني نحن نستقبله في طيران النفط، نستقبله في طيران الوفود، نستقبله في طيران الحكومة، هذين شبه أسبوعي نستقبله فيهن، لكن عند المواطن يصير في عزوف. كانت عندنا رحلة واحدة لي شركة الخطوط الليبية، وللأسف الشديد لما صار عطل في الطيران تاعهم التغيت الرحلة، فنحن اللوم على شركة الطيران ناقلة. يعني ما فيش طيران جاهز وجاهزيته 100%، ونحن جاهزين لاستقبال أي رحلات سواء محلية أو دولية في أي وقت وفي أي مكان. توقف عن استقبال الرحلات وتأزم جديد في النقل، أزمة أخرى تثقل كاهل قطن منطقة البطنان، تلك التي تضم بداخلها قرابة 6 بلديات، دون أي موقف جاد من الجهات المسؤولة عن هذا المرفق الحيوي، لتطرح بذلك عديد التساؤلات لعل أهمها: هل ما يحصل لمطار طبرق من ركن وإهمال جزاء من جنس العمل، أم هو رد كفاء لما قدمه هذا المطار؟ محمد جحات، WTV. أقيمت بمدينة بنغازي دراسة بحثية تسلط الضوء على واقع المرأة في العمل النقابي، التي حملت عنوان دور المرأة في العمل النقابي بليبيا، حيث حضر مجموعة من الضيوف المهتمين بهذا المجال إلى جانب عدد من النقابيين ومنتسبي النقابات العملية في ليبيا. هذا واستعرضت فيه الباحثات أبرز ما جاء في الدراسة، مع تسليط الضوء على التحديات والتوصيات التي تناولتها مع منظمة فريدريتش إبرت.
لقاء اليوم هو بخصوص إطلاق الدراسة التي قام بها مركز واشنطن لدراسات المرأة بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إبرت. هذه الدراسة قائمة على رصد واقع نشاط المرأة النقابية في ليبيا. تتبعت هذه الدراسة العمل النقابي بشكل عام منذ البداية، ولكن ركزت في جوانب كثيرة منها على تواجد النساء في النقابات وفي الاتحادات سواء العمالية أو المهنية. رصدت كذلك الدراسة على رصدت مجموعة من التحديات ارتبطت بمساهمة المرأة في هذا العمل وعدم انخراط بالشكل الذي يجب أن يكون في العمل النقابي، كان من ضمنها البنية الهيكلية التي تمتاز بها النقابات، عدم استقلالية النقابات، عدم الاهتمام بإدراج النساء أو بمحاولة التشجيع واستقطاب النساء في العمل النقابي، عدم اهتمام أساسا المرأة في العمل النقابي في انخراط فيه ومحاولة الدفاع عن حقوقها وحقوق الآخرين من خلال هذه النقابة أو هذا الاتحاد التي يتوجب أن تكون جزء منها. هي جملة من التساؤلات طرحتها الدراسة، جملة من الأرقام تم طرحها في هذه الدراسة ترصد وجود باهت ووجود شاحب للنساء سواء في النقابات العمالية أو سواء في النقابات المهنية. وكان هنالك في بعض المحطات المهمة الجديرة بالذكر هنا، ألا وهي وجود سيدات على رؤس كثير من النقابات في جامعة بنغازي، وأيضا كذلك اتحاد نقابات عمال ليبيا ترأسه سيدة، وهذا أمر يثلج الصدر ويفنح الباب أو يفتح الباب واسعا أمام احتمالية أن نشاهد مشاركة أكبر للنساء في هذا العمل. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا مدير مكتب التدريب في الوكالة المغاربية لمناشط الشباب للمنطقة الشرقية وفاء هدية. أهلا بك وفاء، لو تطلعينا على أبرز النقاط في هذه الأبحاث وكيف نوقشت من قبل الحضور. مساء الخير عليكم جميعا. كانت الجلسة عبارة عن دراسة فيما يخص دور المرأة في العمل النقابي في ليبيا. الخلاصة أنها كانت عبارة عن التجارب النقابية في ليبيا وتواجد المرأة في النقابات، وأيضا كانت تتطرق للصعوبات والتحديات التي تواجهها المرأة في التواجد في النقابات والعمل النقابي بصفة عامة. تمام. طيب احنا نعرف دوركم في تعزيز دور المرأة الليبية وعربيا وحتى بالخارج، بعد كل الأبحاث شنو هو الفارق اللي تعنيه المرأة الليبية عن المرأة في الدول الأخرى من ناحية المعاناة؟ أعتقد أن المعاناة تكون متقاربة خصوصا في الدول العربية فيما يخص وجود النساء وتمثيلها في على كافة الأصعدة والقطاعات. في ليبيا بشكل خاص في السابق كان عدم تواجد المرأة بشكل كبير في سوق العمل، وبالتالي يفرض أنها عدم تواجدها ضمن النقابات، ولكن بعد انخراط النساء في العمل بصفة عامة كان يفترض أن يكون في تمثيل جيد للنساء بالتواجد في هذه النقابات، وللأسف كان تمثيل ضعيف. فبالتالي هذه ضرورة أن يكون في تواجد للنساء بشكل فعال، مش مجرد تواجد عددي أو كمي، ولكن هو من ناحية الفاعلية، خصوصا أن النساء اللي موجودات في العمل النقابي أو الناشطات حاليا وضعا بصمة كبيرة، خصوصا أن نحن عارفين أن صمدة رأست نقابة البحارة والمواني سابقا وهي الأولى من نوعها، كانت السيدة نرمين شريف، ومن ثم تقلبت منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا في 2011، وأيضا نقابة التلفيز الطبية ترأسها سيدة، ونقابة المدربين أيضا ترأسها سيدة. فهذه نقول عليها بدايات جيدة إذا اعتبرنا بدايات، في حين أن العمل النقابي في ليبيا كان من أواخر فترات الاحتلال الإيطالي، بداية في المملكة و نهاية ب 3 سبتمبر، على الرغم من تم تغيير وجود النقابات وضمت تحت ما يسمى الاتحاد الاشتراكي. طيب سيدة وفاء، شنو هي الحلول الممكنة ممكن نطلع بها من إجراء أبحاث مثل هذه؟
أفضل طريقة لأن تكون السيدات منخرطات في العمل النقابي هي أنها تكون عندها نوع من الفهم والوعي لمفهوم العمل النقابي وما هو طريقة وكيف يكون. لأن من التحديات أساسا اللي تواجه النساء في العمل النقابي أنها غير يعني عالمة بما يكون عليه الوضع. أيضا في تحديات اللي ممكن فتوى علينا أو نقدروها حلول أن يكون فيه بيئة تشريعية داعمة، ويكون أيضا فيه نوع من البناء المؤسسات الجيدة للنقابات مما يحفز النساء على الانضمام للعمل النقابي، ونعاون أيضا على المستوى الشخصي لأن في عوامل ذاتية متعلقة بالنساء أو كانت انشغالاتهم المهنية والحياتية وغيرها هي ممكن تبعدهن عن العمل النقابي. فمن ضمن الحلول أن يكون نوع من التوعية ونوع من الإشهار لما هو ممكن أن تقوم به المرأة في داخل النقابات. والجلسة هذه كانت هي نقول عليها على طريق أن النساء تكون عارفة ما تشكل النقابات من أهمية على أي كانت نقابة، سواء كانت الأطباء سواء كانت المحامين أو غيرها وغيرها. نعم أستاذة وفاء هدية كنت معنا، شكرا لك. فاصل ونعود للمتابعة. تكليلة هي مبادرة شبابية للاهتمام بالهوية الليبية بصفة عامة والموروث الثقافي والاجتماعي بصفة خاصة، بهدف التعريف والتعزيز والمحافظة على هذا الموروث من خلال حدث تكليلة التي أقيمت في بيت المدينة الثقافي حوش الكيخية عن تاريخ الموروث الثقافي والاجتماعي وعن الحضارات التي مرت على ليبيا وأثرت فيها. وكذلك كان الحديث عن الزي الليبي التقليدي للمرأة كلمحة تاريخية وكيف تأثر وتغير على مر العصور وما هي أوجه الاختلاف فيه ولماذا يختلف من مدينة إلى أخرى وكذلك كيفية استخدامه. جلسة التكليلة الثانية، الأولى درناها في شهر 6 وهذه الثانية. في الأولى نحن حكينا عن الزي الليبي للمرأة في المنطقة الشرقية وحكينا عن مسمى تكليلة وليش اخترنا تكليلة، عشان نحن واجد منا بدأت الأجيال الجديدة ما يعرفش حاجات من تراثنا ومن أصل هويتنا. عرفنا بتكليلة عشان هي أحد الحلي اللي يرتدن فيه النساء قديما، وحكينا عن بعض القطع المميزة في المنطقة الشرقية. الجلسة هذه جت يوم 21/9 تكملة مع الشاعرة بدرية الأشهب بما يخص القطعة المميزة في المنطقة الشرقية، وكذلك أستاذة بسمة البركاوي حتتحدث عن بعض القطع في استخداماتها غير كونهن زي
زمان النساء يستخدموا فيهن، وستفتح الساحلي حيحدثنا عن الهوية وعلاقتها بالسلام حكم أن اليوم يوم العالمي للسلام. حدث تكليلة 2 هو مكمل لحدث تكليلة 1. طبعا باختصار، حدث تكليلة هو حدث قاموا به مجموعة من شباب أو مبادرة شبابية للحديث عن الهوية الليبية، ليست بصفة عامة ولكن الهوية الثقافية، وبمعنى أدق أو يعني خاصة زي الليبي التقليدي للمرأة، إن هو زي الليبي التقليدي للمرأة، زي مليء بهرم تفاصيل، وأيضا زي يختلف من مدينة لأخرى، من منطقة لأخرى، أيضا من عرب، من تبو، من طورق، من أمازيغ. نحن بلادنا غنية بالشيء هذا. واليوم اللي هو 21 سبتمبر بمناسبة اليوم العالمي للسلام، حبينا ننطلقوا الحدث الثاني تزامنا مع اليوم هذا، باش نحاولوا نسلطوا الضوء على الأشياء اللي لها علاقة بالسلام، ونحاولوا نقولوا أن الهوية هويتنا واحدة كليبيين تجمعنا على راية واحدة. وللحديث أكثر عن تكليلة تنضم إلينا مؤسسة مبادرة تكليلة سالمة الجمودي. أهلا بك أستاذة سالمة، أولا مبروك عليكم نجاح هذا الحدث. لو طلعنا على البداية، وما هي التكليلة وكيف جاءت أصلا الفكرة بتاع المبادرة؟ مساء الخير على المصريين وعلى جميع متابعي قناة الوسط، والله يبارك فيك وشكرا على هذه اللفتة الطيبة منكم. مبادرة تكليلة هي انطلقت في شهر 6، كان الهدف منها تسليط الضوء على الموروث الشعبي الثقافي والتراث التقليدي الليبي على وجه الخصوص، وما يتعلق بالهوية على وجه عام. يعني شغف الفريق بالهوية والتفاصيل التنوع الثقافي فيها هو اللي خلانا نديروا المبادرة. ليش تكليلة؟ أثناء بحثنا عن تفاصيل زي الليبي للمرأة والمكملات، لقينا تكليلة موجودة في مكملات زي الليبي للمرأة بمعنى آخر غير معناها الأصلي القديم، وهو نوع من أنواع الحلي ترتديه النساء قديما في الأذن. وقدرنا حتى استطلاع على السوشيال ميديا، فإن الشباب ما فيش حد يعرف، واللي عرف عن طريق والدتها، عن طريق جدتها، يعني في القديمة هي اللي تعرف. فالهدف منها ان احنا نردوا الاصل الهوية ونطلعوا على حاجاتنا القديمة بعيدا عن التغييرات الحديثة اللي دخلت علينا، ومش حنبرر ان هي حاجة كويسة او لا، بس المهم نعرفوا اصل الهوية. طيب شن هي أبرز النقاط اللي سلطتوا عليها الضوء في تكليلة غير التركيز على الموروث الثقافي في اللبس التقليدي؟ نحن في البداية سلطنا الضوء على الزي، ولكن مش هذا عملنا فقط، نحن حنشتغلوا على الهوية بالكامل، وحنخلق إن شاء الله مساحة فيها جيل جديد مهتم بالهوية وكل تفاصيلها. نحن في الجلسة الثانية أتحنا فرصة للفنانين أن هم يعبروا عن الهوية، مختلف أنواع الفن، كان عندنا رسامين، كان عندنا مصورين، وكان في ديجيتال الأرت. كذلك في الجلسة حكينا عن السلام، ونحن سلطنا الضوء على أهمية الهوية الليبية اللي تجمعنا مختلف الأعراق في صنع السلام. يعني إن شاء الله حتكون في مساحة الجيل الجديد نهتم بالموروث الشعبي الثقافي والهوية الليبية بصفة عامة، مش زي الليبي فقط. طيب هل ممكن نشوفه في المستقبل يعني مبادرة تكليلة متنقلة من مدينة إلى أخرى؟ إن شاء الله، وهذا اللي نتعوله. ونحن في يوم التنوع الثقافي درنا فيديو بسيط عن الأفراح في هون، إن شاء الله حيكون في زيارة للجنوب وكذلك للعاصمة وأغلب المدن الليبية. تكليلة مش مقتصرة على منطقة واحدة بس، نحن هدفنا أن نحن نديروا تشبيك في التنوع الثقافي اللي سير في ليبيا. مؤسسة مبادرة تكليلة سالمة الجمودي كنت معنا، شكرا لك. باهي كلمة ليبية وكل مناطقنا يستخدموها، لهذا تم استخدام هذه الكلمة في تطبيق تجاري يتيح للشخص البحث عن المنتج اللي يرغب في شرائه. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. التجارة الإلكترونية بحر واسع ومجال كبير، وقاعد يتطور في ليبيا يوم عن يوم، خاصة إن أزمة كورونا كانت عامل مساعد للعديد من التطبيقات في إن هي تكون جزء من هالمشوار. خلونا اليوم نتعرفوا على أحد هذه التطبيقات.
الفكرة هي فكرة بسيطة يعني موجودة في كل أنحاء العالم يعني، بس كيف جت الفكرة لليبيا؟ يعني مش الموضوع يرجع لفترة طويلة يعني من 2015 وقبل 2015 ساهمت وأسست مجموعة شركات في مجال التجارة الإلكترونية والإي كوميرس بصفة عامة بس خارج ليبيا مش عندي. ويكون في نفس الوقت ليه معاني إيجابية، وكلمة باهي تقريبا ما فيش أشهر من كلمة باهي عند الليبيين يعني، حتى الأجانب يعرفونا بالكلمة هذه. إحنا لما تقول أنت من وين تقول ليبي يقول لك باهي باهي، فقررنا أن نسموه باهي. في فترة الجائحة اضطروا إن هم يتجهوا لقنوات جديدة للبيع لأن المحلات كانت مسكرة، فجزء كبير منهم زي ما تقولي فرض عليه إنه يخوض تجربة البيع أونلاين. ومتاجر كبيرة، متاجر كثيرة دارت صفحات مثلا على الفيسبوك، متاجر كثيرة فتحت التوصيل للمنازل الفترة هذيك، فبالتأكيد موضوع الكورونا أثر بشكل كبير جدا. فأكبر تركيز وأكبر نقطة قوة بالنسبة لتطبيق باهي نشوفها واللي مركزين عليها احنا بصفة خاصة هي رضا الزبون. وحتى لو لاحظتي احنا فريق خدمة العملاء ما اسمهاش فريق خدمة العملاء، اسمه فريق سعادة العملاء، لأن فعلا سعادة العميل هي أساس كل شيء بالنسبة لي. هو صح أن التجارة الإلكترونية بحر واسع، بس في ليبيا ما هيش بحر واسع للأمانة يعني. في ليبيا ما زالت جديدة جدا 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 يعني، ما زالت في بداياتها، وهذا مش شيء سيء على فكرة، هذا شيء إيجابي. عندنا خطة أن مشروعنا يطلع خارج ليبيا وبالذات في دول الجوار زي مصر تونس والجزائر، وبعدها شوفوا وين نوصل. عشنا وعشتوا معنا كل خطوة يكون بها تطبيق باهي وشنو الخدمات اللي يقدم فيها، وأيضاً هدفهم الرئيسي هو تقديم حاجة باهية للزبون. إسراء شكري، قناة دبليو تي في، طرابلس. بحضور مدير مركز البيضة الطبي ورئيس جامعة عمر المختار ومدير مكتب الجودة بالمركز وعمداء الكليات الطبية ولفيف من المحاضرين والأطباء، نظم مكتب الجودة وسلامة المرضى بمركز البيضة الطبي عدد من المحاضرات العلمية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، وذلك بالتعاون مع مكتب التعاون الدولي والكليات الطبية بجامعة عمر المختار. هذا اليوم من داخل جامعة عمر المختار نلتقي في اليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي خصص هذا العام لمأمونية إعطاء الدواء للمرضى وللمترددين على المراكز الصحية. طبعا من خلال هذه الندوات العلمية التي يسعى من خلالها مركز البيضاء الطبي بالتعاون مع إدارة جامعة عمر المختار والكليات الطبية بالجامعة لنشر الوعي والثقافة الطبية حول مأمونية إعطاء الدواء والرفع من مستوى الخدمات الطبية التي تضمن سلامة المرضى وتقديم أفضل معايير الخدمة الطبية لهم من خلال الاحتكاك بالخبرات داخل الكليات الطبية ونقل المعلومة ونقل المعرفة ونشر الوعي الثقافي داخل المجتمع اللي حيضمن بالتأكيد الارتقاء بمستوى الخدمية وتقديم ارتقاء بمستوى الخدمة الطبية وتقديم أفضل المستويات والخدمات الطبية للمرضى. اسم الدكتور منصور سالم، مدير مكتب التعاون الدولي جامعة عمر المختار. طبعا اليوم في رحاب جامعة عمر المختار احياء للحدث العالمي الا وهو سلامة المرضى بالتنسيق ما بين جامعة عمر المختار وما بين مركز البيضاء الطبي. اليوم طبعا يحتوي هذا اليوم على عدة محاور مهمة جدا. كان العنوان الأبرز في هذه الورشة العمل الا وهو استخدام المأمون للدواء. طبعا هذا الحدث هو حدث عالمي تحت رعاية منظمة الصحة الدولية او الصحة العالمية. هذا الحدث أقيم أكثر من مرة في عدة، كل سنة دائما يتم إحيائه، أحي في 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 طوكيو، في برلين، في 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 أوروبا بصفة عامة.
دائما هذه الاحداث او هذه ورش العمل يتم فيها توعيه الناس وتوعيه باستخدامات المامونه للادويه. نحب نشكر قناه دبليو تي في على هذا اللقاء، وبارك الله فيكم على هذه التغطيه الاعلاميه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبهذا نصل الى نهايه حلقتنا، امسيه طيبه والى اللقاء.